بس الوحيد خازوتش قرر ان هو يغير ل 4-1 4-1 ل 4-4-2. قعدت افكر يمكن هو بيعمل كده علشان منتخب الجابون متعود يلعب بال 3-4-1-2، ومنتخب الجابون اخطر 3 لعيبه فيه اللي هو كاكاو والفوينا وبونتيتزا اللي هو المهاجم. فانت دلوقتي عندك كاكاو وعندك الفينا وعندك بوتيتزا، 3 لعيبه بيقوموا بادوار هجوميه، واخطر 3 لعيبه حرفيا بالنسبه للمنتخب الجابوني، وخطورتهم كانت واضحه المباراه اللي فاتت قدام منتخب غانا اللي كان مان اوف ذا ماتش برضه كاكاو. فانت دلوقتي بتقرر تغير طريقه اللعب علشان خاطر توقف النقاط القوه بالنسبه للمنتخب الجابوني، وبتحاول انت تشتغل عليهم. بس انا اللي اعرفه ان ال 4 4 2 بتقفل على الاطراف، انما انت بتلعب 4 4 2 علشان تقفل اللعيبه في عمق الملعب، مش فاهمها. بس فهمتها لما شفت ان فيصل فجر كان بيضم كتير جدا لنص الملعب. بس معنى ان فيصل فجر يضم كتير لنص الملعب انك هتهاجم ناحيه الشمال بادم ماسينا. طب ادم ماسينا كان بيطلع كتير؟ لا، ادم ماسينا ما كانش بيطلع. يبقى انت كده عملت اكس على الناحيه الشمال في الشق الهجومي، فاكيد كل شغلك هيكون ناحيه اليمين، من ناحيه اشرف حكيمي ومن ناحيه اناحي. وفعلا الناحيه دي اللي كانت شغاله هجوميا، والناحيه دي هي اللي كان فيها نقاط قوه المنتخب المغربي هجوميا. طب نص الملعب، نص الملعب فيصل فجر كان بيحاول يساعد مرابط، وكان بيحاول يساعد الياس شاعر ان المنتخب يمسك كوره، ونحاول نشغل الاثنين مهاجمين اللي هم النصيري وايوب الكعبي. ده كلها كانت افكار على الورق، بس نسفها الهدف اللي المنتخب الجابوني سجله في اول نص ساعه، الهدف اللي غلط فيه تشاكلا وتعامل تعامل سيء مع الكره الطوليه علشان خاطر الفينا ياخدها ويسجل هدف الجابون الاول، علشان بعدها وحيد كلوزيتش يبدا يبص حواليه ويبدا يعتقد ان انا اخطات، او يتاكد ان هو اخطا، ويتاكد ان انا عندي مشكله في نص الملعب، فيقرر ان هو يطيح بإلياس شاعر وينزل مكانه سليم امل الله. طب او سليم المالح، يا عم انا بقول سليم المالح براحتك، يعني عايز تقبلها سليم. بص مش هنقعد نتخانق على قصه سليم كتير، بس انت دلوقتي نزلت سليم علشان خاطر يعمل الدور الهجومي اللي كان فاشل فيه إلياس شاعر، على حسب ما انت ما لبست فيها إلياس شاعر. هل سليم عمل الدور الهجومي ده كويس؟ ما وضحش بصراحه الشوط الاول، لان الشوط الاول خلاص كان المنتخب الجابوني سجل هدف، والمنتخب المغربي كان عنده مشكله ان هو مش عارف يرجع للجيم. المنتخب المغربي التغييرات كتير اللي جوه الملعب، كل لعيبه بيبصوا للتاني، كل الناس ما بقتش فاهمه اي حاجه، نتيجه المباراه بقت ضدنا، ما فيش اي لعيبه كانت متحضره للموقف ده اللي هو حرفيا لو المنتخب الجابوني سجل احنا هنعمل ايه. فلقينا ان المنتخب المغربي عنده مشكله، لان المنتخب المغربي بيروح عليه فرص خطيره، لقينا ان منير المحمدي بيتصدى لكورتين، منير المحمدي بيطلع واحده ما تطلعش، هرجع اقول تاني وتالت ورابع دي كوره المباراه بالنسبه لي. التصدي بتاع المحمدي ده خلى السيد وحيد خزوتش يجيله افكار فنيه، اللي هو ناحيه الشمال عندي مقتوله، فيصل فجر ما بيعملش ادوار هجوميه لا هو ولا ماسينا، فانا دلوقتي عايز اعمل تغييرين. اول تغيير هيكون ايمن بركوك، لان ايمن بركوك مهم جدا بالنسبه لي في نص الملعب، بحيث لو قررت ان انا اغير ل 4 4 2 ل 4 2 3 1 او ل 4 2 4 هيكون عندي لعيب زي ايمن بركوك لازم ارتكز عليه في نص الملعب. وقرر ان هو ينزل كمان معاه لعيب زي سفيان بوفال. سفيان بوفال نزل مكان ايوب الكعبي علشان يقلبها حرفيا ل 4 1 4 1 4 1. نرجع نلعب 4-1-4-1 زي ما كنا بنلعب قبل كده 4-1-4-1. المنتخب المغربي قعد 60 دقيقة داخل المباراة بيعك ب 4-4-2. لما لعب 4-1-4-1 اللي بدأ بيها وحيد خلوزيتش البطولة، المنتخب المغربي بدأ ان هو يمسك كورة شوية مع تراجع المنتخب الجابوني، والمنتخب المغربي وقتها بدأ يخش في الجيم، والمنتخب المغربي قدر برضو سفيان بوفال ان هو ياخد ضربة جزاء ويسجلها هو، وبعد كده لما تم تسجيل هدف التاني بالنسبة للمنتخب الجابوني عن طريق نايف فقرات في مرمى، قدر برضو سفيان بوفال ياخد فاول علشان اشرف حكيمي يحطها في المرمى علشان المنتخب المغربي يخلص المباراة بتعادل. بعد التعادل ده نزل غانم سايس مكان سفيان شكله علشان يحاول يلم اللي هو كان بيعمله في البداية. يعني هو بدأ غلط وقرر ان هو يقعد يتفرج 45 دقيقة على 4-4-2 اللي كانت كلها اخطاء فنية ليه كمدير فني علشان تشكيلته كانت غلط، قرر ان هو يقلبها في نهاية المباراة ل 4-1-4-1، او تقريبا كده كان 4-2-3-1، بس 4-2-3-1 معرفش بصراحه مين اللي كان موجود، مين اللي كان موجود في دور صناعه الالعاب. يعني ما اعتقدش ان هو كان بيخلي سفيان مرابط يطلع من 6 لصانع العاب، بس والله وحيد خرزوش ممكن يعمل اي حاجه، يعني ممكن يعمل اي حاجه ممكن تتوقعها.
فممكن جدا ان هو يكون كان بيلعب ببركوك وكان بيلعب جنبه بامرابط، بس هو ما اعتقدش ان هو قلبها 4 2 3 1 في النهائي، اعتقد ان هو رجع قلبها 4 1 4 1. المنتخب المغربي من الصعوبه انك تقعد تركز معاه تكتيكيا، لان الموضوع فيه عك كتير، والموضوع اللي فيه عك كتير لما العك كتير بيحصل انت فنيا بتوه، وبتبقى محتاج ان انت تلاقي فيه لعيبه خبرات قدروا يشيلوا اللعبكه الفنيه اللي موجوده جوه الملعب. وفعلا سفيان بوفال واشرف حكيمي قدروا ان هم يغطوا على كل المعجنه اللي وحيد خليلزوتش كان عاملها جوه المباراه من اولها لاخرها. اتمنى تكون الرساله وصلت والشرح البسيط ده عجبك، لو ما عجبكش رايك ويحترم، ولو عجبك فشكرا جزيلا لحضرتك.